نزل ريتك بلا ايوه نزل ريتك. قدم شوي لقدام طلع علينا طلع علينا بس على هيك على هيك لو انا حطينا يصير لسه انت جيت قبالي. قضية الأسرة هي قضية نضالية وبالتالي تحقيق مكاسب فيها هي قضية تراكمية وبالتالي بالمحصلة إسرائيل مجبرة أن تجري تطلق سراح الأسرة بالإفراج الفوري عنهم ولهذا مطلوب توسيع مساحة الحراك الشعبي مطلوب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرة في محكمة الجنايات الدولية مطلوب اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة المتعاقدة عليها السلطة أن تسري على الأراضي الفلسطينية ومطلوب أن نحاسب إسرائيل على احتجازها للجثامين إذا ما تكملت هذه العوامل بجملها تتشكل ضغط على إسرائيل لإجبارها بالتعاطي مع الأسرة الفلسطينيين كأسرة حرب والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. أول إشي أنا بقول لابني كونه اليوم بصادف يوم عيد ميلاده بقول له كل عام وانت بخير وإن شاء الله يما المرة الجاية بيبقى مفرج عنك وعن جميع أسرانا وأسيراتنا الماجدات داخل سجون الاحتلال وبنقول لهم اصبروا صابروا إن النصر صبروا ساعة وبإذن رب العالمين سيفرج عنكم.